دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد، الكثير من الأخبار نتحدث عنها، ولكن دعنا نبدأ بتعليق على تقرير جي بي مورغان الذي يتحدث عن أسهم شركات التكنولوجيا بأنها هي التي ستقود مكاسب سوق الأسهم في 2022، ما رأيك؟ يعني أعتقد بشكل واضح بدأنا نرى أثر أسهم التكنولوجيا على المود العام بالأسواق صح التعبير، يعني عن أنها قائدة كانت ومؤثرة وبشكل كبير جدا في ظل الأزمة، أزمة كوفيد 19، ومن المتوقع نتيجة تلقيها أيضا للدعم خلال الفترة الماضية واستمرار هذا الدعم من خلال السياسات التحفيزية ووجود الفرص والأسواق المتاحة لها بشكل توسعي أكبر. هذا يتيح المجال إلى أن تستمر بقيادة الأسواق في الفترة القادمة، لننتقل بالاقتصاد إجمالا إلى يعني إلى اعتمادية أكبر على التكنولوجيا في الفترة القادمة. وأعتقد يعني من ضمن هذه القطاعات سوف تكون القطاعات الأكثر واحدة من ضمن القطاع التكنولوجيا هي القطاعات التي تميل أكثر إلى يعني إيجاد طاقة بديلة، إيجاد الطاقة البديلة عن على أساس التكنولوجيا، وكذلك الأمر أن يكون هناك تصنيع بشكل أكبر لكل الدارات ولكل قطاع التكنولوجيا نحو القطاع التصنيع الذي يعتمد على الطاقة البديلة دون عن الطاقة التقليدية. هذا يعتمد على وجود ثورة تكنولوجية قادمة معتمدة على هذا الأساس. يتحدث أيضا تقرير جي بي مورغان عن التركيز على قطاعات الأتمتة والكفاءة الإنتاجية. في هذا الإطار والنظر إلى قطاعات التكنولوجيا، ما هي أيضا تعتمد على أشباه الموصلات التي تتأثر اليوم بمشاكل سلاسل التوريد، ألن ينعكس ذلك سلبا على هذه القطاعات؟ يعني عم نتحدث عن سلاسل التوريد المعقدة واللي هي أيضا بدأت يعني تصعب نوعا ما قراءات الاقتصادات حول العالم. بالتالي نحن عم نتحدث عن يعني حاجة للتغيير تأتي من بأن يكون هناك قراءة أكثر وضوحا نوعا ما وسيطرة أكثر على الحاجة إلى القوى العاملة وكيفية ونوعية هذه القوى العاملة، حتى يكون هناك نوعا ما قراءات أكثر وضوحا يمكن الاعتماد عليها في بناء السياسات الاقتصادية الجديدة أو بناء تطوير السياسات النقدية والسياسات المالية الجديدة. وبالتالي هذا ما يتم الاعتماد عليه في الفترة القادمة، وهذا ما يتم من خلال حوكمة الشركات أيضا في ضمن الأسواق المدرجة بها. يعني نلاحظ أنه في عنا عوامل جديدة تؤخذ بعين الاعتبار حتى في ما يتعلق بإدراج هذه الشركات في البورصات، ونقاط أساسية يتم اتخاذها يعني أو تكتسبها هذه الشركات إذا ما كانت محققة، وهذه النقاط تحتاج إلى ثورة تكنولوجية وتطور وتبني للتكنولوجيا بشكل أكبر، ويسهل ذلك قراءة شفافية بيانات هذه الشركات أو هذه القطاعات. وبالتالي من هنا يأتي الطلب الأكبر على القطاع التكنولوجي وبالتالي الثورة المتوقعة له في العام القادم. رائد، خلينا نحكي شوي عن الأربعة أيام المقبلة. ننتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن اسم مرشحه لرئاسة الاحتياط الفدرالي. ما هي توقعاتك لتفاعل الأسواق مع هذه الأخبار؟ يعني أكيد هناك أخبار أخرى تؤثر، لا سيما موضوع التضخم على الأقل في أوروبا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، العقود الأجلة تشير إلى ارتفاع طفيف جدا، يعني حركة متواضعة جدا في العقود الأجلة بعد ارتفاعات الأمس. بالنسبة لهذه الأخبار التي نسمعها، كيف نتوقع أن تنعكس على الأسواق؟ يعني نحن عم نتحدث يعني أعتقد الشعر التي قصر من ظهر البعير فيما يتعلق حاليا للفدرال الأمريكي ولماذا يثير هذه الجلبة الكبيرة هي 0.6%. يعني نحن عم نتحدث على مستويات تضخم عالية جدا، يعني لا يجب أن يكون هناك مستوى التضخم، لا يجب أن يكون عند تلك المستويات. ونتذكر كلام جيروم باول الذي تحدث عن 4.2 أن هذه المستويات مؤقتة، ولكن ما نراه حتى الآن أنها ليست مؤقتة وتستمر بالارتفاع. ومن هنا يأتي القلق ويتزايد هذا القلق أن التضخم الخارجي عن السيطرة ستكون أثاره بالغة وسيئة جدا على الاقتصاد، ومن هنا يأتي التكهنات أكثر. بالتالي حتى الآن كلا الاحتمالين كلاهما لن يغير كثيرا في ما هو بيشبهوا بعض ولا لا يا رائد وكثير من بالسياسة. يعني حتى إذا تحدثنا عن لايل ريتشارد ف
فهي طوال فترتها كانت ترى أو يعني تشاهد تضخم يترك كما هو دون السيطرة على نموه، أو بالتالي السياسات النقدية نوعا ما تساعد على نمو التضخم، بالتالي في تاريخها وخبرتها لم يمر أن التضخم يحتاج إلى الكبح أو الضغط الاتجاه الهابط، وهي تتبنى سياسات تحفيزية، وبالتالي هي نوعا ما إذا تحدثنا بتحليل نوعا ما للأشخاص هي قد تكون خيار أسوأ من جيروم باول الذي بدأ فعليا بتخفيض برامج التحفيز أو تجديد السياسة النقدية، وتوصف ريتشارد بأنها يعني نوع لايل أنها أكثر يعني حمائمية السياسة التي تتبعها أو أكثر سهولة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وهذا ما لا يحتاجه أبدا الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي والتضخم على وجه التحديد. يعني في معلومة مهمة جدا أنه مع ارتفاع الأسعار الأثرياء لديهم رفاهية الوقت، ولكن الطبقات الأدنى دخلا ليس لديهم هذه الرفاهية فهم مضطرون للشراء، وهنا يأتي الضرر الأكبر على الاقتصاد. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي، أهلا وسهلا بك.